سلم هات الباب سلم. بدايتي كانت هي اساسا هوايه، كانت يعني منذ الصغر اثناء توجهي للصيد للجبال كنا نصطاد العصافير نصطاد غزلان، فبلشت معي شوي شوي بس طبعا على مراحل. بتعرف شخص اسمه جمال العمواسي؟ اه بعرفه. ايش بتعرف عنه؟ انه بنقذ العالم من شغلات الخنازير وحيايا، وبساعدهم على طريقه انه مثلا يمشوا فيها صح. يعني انا شخصيا وجدت افعى عندي في البيت كبيره كانت في المخزن، اتصلت عليه يعني على خدمة المواطن 24 ساعة. جمال العمواسي شاب كويس عنده طموح، بربي أفاعي حيوانات مفترسة، إشي بصيدهم ما بخلي الأشياء هاي. يعني عادة إنه اللي بتعامل مع حيوانات شرسة أو أفاعي سامة إلا يواجه صعوبات. يعني مرة أفعى كانت عند ناس رحت صدتها فقفزت من العلبة، وكانت بيني وبين وجهي يعني مسافة صفر كان لدغتني. مواقف بصيد الخنازير كثير تعرضت لهجوم خنازير وسقطت، واجري هاي يعني صار فيها مره شوي شعر هون، وصل عندي لمرحله الصفر انه كان يعني كان قتلني فعلا. خليك عشان توصف لي وين الهدف بالضبط وما تطلعش صوت بلاش يهربوا. كم واحد كم خنزير؟ اتجاههم وين؟ بساعد الناس عن طريق الفيسبوك واليوتيوب والاتصالات، يعني حدا انقرص بده يعرف نوع الحية بيبعث لي صورتها، بده يعرف نوع المضاد بعطيه نوع المضاد. يعني مرات في ناس بروحوا بتعالجوا بيطلعوا فبصير عندهم مثلا اعراض سخونه اعراض حساسيه بتكون ناتجه عن لدغه العناكب اكثر شيء، انا بعطيهم اسم دواء بس انا لكن بقول له استشير طبيب مش شغلتي يعني، بس بعطيه الدواء ناجح 100%.